Amina, salam alaikum. Ça va Amina, ça va t'y. Amina, tu peux faire la séance avec nous, Adna, juste les étirements. Haouli, haouli, démarre la séance. Amina, el mleh. C'est Ali, allez, séance spéciale Didier, c'est Ali Azded. Ça va très bien. Salam, Madame Zineb, comment vas-tu? C'est Zakaria, mahbabik. Ah, c'est bien, yom. Même juste des étirements pour combattre le sciatique, ok? Le sciatique. Le sciatique, c'est un pincement lié le nerf sciatique. C'est un pincement au niveau des muscles fessiers. Ça descend de la colonne vertébrale. Ça, probablement, c'est d'un seul côté, hein, c'est pas des deux. Il y a un côté qui, où il y a le pincement lié le nerf. Avec le pincement là, c'est ça ce qu'on va débloquer aujourd'hui. Le pincement avec l'arc de l'équinadiel. عرق النساء ولا السياتيك غنحاولوا نحلوه اليوم، غنحاولوا نحلوه بكلكو موفمون. اول حاجه غنبداو بها اول حاجه غنبداو بها اليوم باش نحلوا العرق النساء هو اننا لا بوزيسيون الوضعيه ديالنا تكون كوريكت، الراس ديالنا يكون مهزوز. غنخدم معاكم الراس ديالنا يكون مهزوز لو دو بوا وكلشي، وغنبدا بشويه عليا، كنحرك كتافي بشويه عليا، كنتنفس بشوية عليا، غنخدمو في واقفين وغنخدمو في الأرض، ما غنحركوش رجلينا في الأول، عاد شوية عندنا، غنبداو، كيما كتشوفو الظهر نيشان بحال شاداني شي حاجة من الفوق هنا، باش هاك السياتيك تكون معوجة ولا مهياش، إلا كانت الوضعية مزيانة، ديما الوضعية مزيانة بحال شادك شي واحد من الفوق، شادك من عندك من الشعر من هنا من الفوق. شادك موقفك طويل، إذا كنا في فترة طويلة، هنا بحال هكا، الفقرات ديالي محلولين، وكنتنفس بشوية، السياسي كيجي إما، نعطيكم مثال بسيط، هو أنني أنا ملي كنقوي من الجري، وكتر ليا المسافات طويلة وكتكون بسرعة، السياسي كذلك كنحس بيه في الرجل اليسرى ديالي، أشنو كندير؟ غنوريكم شنو كندير بوغ ديبلوكي لينيغ سياتيك باش نحلو، وهادشي اللي غنديرو اليوم، على العكس. الوضعية مزيانة، الحركة تكون مزيانة، والتنفس غادي يدور مزيان، كندور كتافي طويلة، وقف نيشان، موقفش غير بحال هكا عوج ولا نو، اليوم متكونش الحصة متعبة، غتكون الحصة فيها التنفس والوضعية، غادي نهز ديك بشوية للفوق، أنا غنرجع للدور للفوق. نجمع رجليا ونبقى كل وضعية نحاول نبقى واحد 40 ثانية، نبقى الفوق مجبد طويل ونبقى كنتنفس، كنتنفس 5 وكنخوي 5، كنجبد مزيان الفوق، راسي طويل طويل أنا كامل ومجبد، كنحس الدار ديالي أسفل ديال الدار ديالي كيتجبد، في العادة ما خصكش تحس بالألم، إلا حسيتي بالألم وقف الحركة، ما خصش يكون الألم، حس راسك إنك كتجبد ولكن ما كاينش الألم، غنحاولوا نديروا حركات بحال اليوم اللي ما يحتاجوش من الماتيريال، لأن كلشي يقدر يديرها، يلا واحد 5 تنفسات عميقة، غادي كنهبط هنا كيما كتشوفو، غنجيب يديا قدامي كنجرب كنجرب عندي، كتلاحظوا ان المرافق ديالي
متوازيين مع الأرض، ماشي طايحين بحال هكذا، لا مهزوزين بحال هكذا. قدامي أبعد مسافة، رجع لهنا نتشابك ليا نتشابك صباعي نحضر راسي بشوية ونأتي فيغ لو با نجمر شوية ما نفرسيش بزاف وكنتنفس لاحظوا ملي كنعمر البرد كلشي كتنفخ شوية ولا شي بحال هكذا ولا شو 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 علي هنا الصباع ديالي كندفع كنطوال 10 مرات نحس بالقدام ديالي لاصقين مع الأرض، رجليا لاصقين مع الأرض، الظهر ديالي كيتجبد، كمل 10 ديالك، كمل 10 ديالك، غتحس شوية بالدوخة. غادي نتحرك شوية نتحرك الجسم ديالي شوية ما نفرسيش ما نهش بحال هكا بزاف لأن النياق السياتيك سينسي تحت الميس والفيسي وليزيسيو بيناتهم نهزت لحد اللي نحس براسي ما كيضرونيش نحرك الجسم ديالي بشوية ما كنساش التنفس هاد الحصة غتكون حصة ديال الاسترخاء وديال التنفس ما تكونش حصة متعبة والمشكل مع السياتيك شنو كيوقع هو علاش الناس بدا كيضرهم السياتيك هاد الايامات ولا عرق النساء كيضرهم هاد الايامات علاش لان بدينا كنجلسو بزاف والعدو ديال الجسم هو الكرسي ولا هو السداري ولا الكنابي لان عندنا كنجلسو بزاف ما كنحركوش ما كننفسوش لينيغ ديالنا ما كنحركوهمش لذلك اللي عنده السياتيك ما نقولش اللي يدير الرياضه معانا ولا كلشي يدير لا مارش اللي بغيت يمشي بزاف لا مارش غابي بزاف الناس غيقولوا لي مع الحاضر راه ما يمكنش تخرجوا كلشي تمشى في السطح تمشى في السطح دير واحد نص ساعه ديال لا مارش ولا تمشى بحال ما كنفيلموا دابا حنا تمشى في نفس المكان احل دوك العقد اللي كاينين في الجسم ديالك نفس لو كور ديالك شويه 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 باش نسخنو ومن بعد غندوزو نخدمو في الأرض حصة غتكون في واحد نص ساعة تقريبا باش حنا غنحلو على طول ديالنا اليوم ما نخدموش لي جروب ميسكولير حرك عليك شوية 20 فوا دوسمون بشوية هنا حنا بدينا كنقربو المناطق الحرجة الأسفل الظهر والفخذين هما اللي فيهم مشكل ديال السياتيك شوية وما يكونش الآلام كنحل على الجسم ديالي خصني الجسم ديالي يتحرك إلا عملتو 10 جمع رجليك بقى في نفس الاتجاه وضرب شوية
على حرج ديك شويه على الجهه الاخرى، حرك الجسم ديالك، دور مزيان، ارسم واحد الدائرة كبرى بالحزام ديالك. يلا جمع رجليك، نبقاو في نفس، ما كرهتش هاد الحركات ولا هاد الروتين اليومي. كل صباح الناس اللي عندهم ألم مفاصل، ألم في الظهر وكلشي، كل صباح لا فيديو هي غتبقى وغنحطها حتى في يوتيوب. فيك في الصباح حرك الجسم ديالك بحال هكذا، فيق لي زارتيكولاسيون ديالك قبل ما تبدا تنوض تخدم ولا تجري ولا تتحرك. حرك لي زارتيكولاسيون ديالك، المفاصل خصهم يخدموا. احتراما لكم غادي ندير انا جنب جمال دور دو فاس على الكاميرا، ندفع قدام، نزيد بشويه، ما خصكش تحس بالالم. ديما التنفس الزفير كيكون في ليتيرمون، هنا كنعمر. لاحظوا ان الظهر ديالي مقاده، الظهر ديالي طويل، المونطون الضغط ديالي قدام. شويه حنا دابا بدينا كنقربوا للنفسياتي، كنقربوا ليه ولكن بشويه، ما نقلبش على الالم. غنحاول علاش قدرت غنهبط ليا شويه، اللي عنده ليغني ديسكال ما يديرش هاد الموفمون. ليغني ديسكال كتكون الفوق، السياتيك كيكون هنا اونتر لي فيسي و لي زيسكي. اللي عنده ليغني ديسكال ما يديرش هاد الموفمون. الاخرين حاول تنزل بشويه وبقى لو دو دغوا وبقى. يلا فازي، اللي عنده شي ملاحظه ولا ما كيترينيش معانا يقدر يكتبها لنا، مرحبا به. بقى في الارض، انا غنحاول نهبط الكاميرا ونهبط كل شيء، هادشي باش نهبطوا الارض نخدموا في الارض. يلا من تما غندوزو الوضعيه ديال القرفساء، ولا القرفساء بالعربيه ديالها، شحال من سمعتوها التربيعه، مربع. كما قلنا ديما الراس بحال مشدود من الفوق، من هنا كتافي نازلين ونزل. زوينه هادي لونطريمون، زوينه هادي فيها الراحة. غلاش دي زيبول رخي كتافك، حاول تهبط هادو. ديك هنا اللي ما قدرش على هادي يديرها بحال هكذا ولا بحال هكذا. قلنا اما غتربع مربع لو دو دغوا، ماشي دير بحال هكا، لا لو دو دغوا كتافي راجعي اللور. وهنا اللي ما قدرش قلنا غيدير بحال هكا، بحال هكا يجلس. يلا تربع جلس لو دو دغوا. نصيحة أخرى أو ميم طون كنديرو الحركات وتنفسو، نصيحة أخرى الله يخليكم تعلموا تجلسوا على الأرض. راه واحد العادة اللي مزيانة وفقدناها هنا في المغرب، سي دوماج أننا تخلينا عليها، تخلينا عليها بزاف. ما بقيناش كنجلسوا في الارض، عندنا كنجلسوا على لي كانابي، على لي فوتاي، على السدادر، عندنا ما كنجلسوش على الارض. والارض واحد ستاج كنت فيه ديال دافيد بان لايف فورس، كيقول لك لو سول سي لارمونيزاتور دو كور، هو اللي كيقد لك الجسم ديالك. يعني حاولوا تبقاو تجلسوا على الارض. يلا ندور شويه كتافنا ومن طون كتنفس،
تعلموا تجلسوا على الارض بزاف. نصيحة أخرى من غير الجلوس على الأرض، تمشاو حفيانين، حاولوا تمشوا حفيانين، سيرتو لي جون اللي عندهم لو باركي ولا اللي ما عندهمش الدس على البرودة يتمشوا حفيانين، واللي عندهم الدس يحاولوا يتمشوا بدي شوسيت مزيانين، سا اكتيف لو كور وكيدير لك ليكيليبر. الي جي أخرى، هاك هنا الوضعية اللي جالس فيها أنا، ولا غاد جالسين، كنتمنى تكونوا جالسين فيها نتوما كاملين. هذه وضعية على الأرض مقادة، ما كاينش السداري ولا شي حاجة اللي معوجك. علي غنبداو غنحطها على ركبة الأخرى، والأخرى غنديها هذه اليسرى، غنحطها على الركبة اليمنى لو دو دغوا، وغنرجع نحطها كده، وغنبقى نبقى تنهبط على الأرض وندور كامل ونتنفس. لا ما تزير بلا والو، كنحس شويه الزيار في كرشي وكلشي، ولكن ماشي مشكل، ولكن ماشي ممحن. حرك حرك الكوع ديالك، غنبقى نقابل معاكم، درنا اليمنى نديرو اليسرى، اليد الاخرى خصك تحس براسك تطبق، كتافك واقفين، كنتنفس من البطن ديالي. كمل 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 كمل، انا نقاد الكاميرا ونقاد الشيء. دور دور دور، لو ماكس لو ماكس لو ماكس لي زامي، الي لو ماكس، وتنفس نفس، كنتنفس مع البطن ديالي، راسي ديما طالع كيما قلت لكم، بحال شادك شي واحد من هنا. على هنا، هنا جو ماس ان تي بو، حل حل حل، جو ماس محلولة، حل العنق ديالي خارج، لودو ديالي دغوا، ونبقى كنحس بهادو كيتجبدوا ليا لي زاديكتور، لي زاديكتور لي زاديكتور لي ميسكل فيسي، سمحوا لي ما كنعرفهمش بالعربية، ماشي كان الدار ديالي مستقيم مقاد، نبقى في هاد الوضعية، كنحس شوية بلا طونسيون في الدار ديالي، ماشي مشكل سي نورمال، لأن كيتجبد الدار ديالي، وهنا محلول مزيان. نهبط 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 شوية قدام، شوية قدام، نجاو نجاو نجاو، لو دو تخوا، اه رجع لو دو تخوا، نهبط شوية، شوف راه ما كنعوجش ظهري، ظهري كيبقى مقاد، ما كنديش بحال هكا، نو، ايديا اللي كيجروني، ايديا اللي كيجروني، اللي بغى يبقى في هذه الوضعيه. اوه طيحنا البورتابل، ديزولي اعتقد بحال هكا، اما في هذه الوضعيه، في هذه الوضعيه هذه بحال هكا ماسك، اما تربع، شوف سهله لا فيرسيون فاسيل لا فيرسيون ديفيسيل. خير 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 خير، خاصك تحس بلي الميسكل ديالك كيتخاف كيتجبدو، اما في هذه الوضعيه مربع، اما في هذه الوضعيه اللي جاتو سهله. من بعد غادي نهز شد رجلي ونجرها عندي شويه، نجرها عندي، شوف 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 عليك، غراري بيها خلا، ولا بحال شاد شي وليد صغير كنعس فيه، اللي مقدرش يشد بحال هكا، بحال هكدا رجلك تشد بحال هكدا، بحال هكدا،
نقدر نمسيو بالداخل هنا ويشدها بحال هكا لو دو دغوا. انا كنحل في لونيرسيتي كبير 21 حتى 30 مره، هو نورمالمون خصني ندير 40 مره بحال دابا. انا هاد الرجل كضرني هي اللي عندي فيها لونيرسيتيك. شوية ما تحسش بالآلامة، ما ديرش هنا، ما ديرش هابط هذا قدامك. دابا غنحط هذه قدام وغنجيب هذه هنا وغنوقف مقعد. هذه تحت مني، تحت مني، وهذه هنا ونجر هذه. انا غنعاود، انا كنت هنا، هذه غتدخل لتحت، غتمشي عند الفيسي، هذه غتمشي قد فوق الركبه من هنا، وغنجر وغندور. هنا غتحس ان نفسياتي ديال كيتجبد. الا قدرتي كاع دير بحال هكا دير، ولكن حنا غنديرو السهل، غنديرو بحال هكا. الحمد لله. تيري 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 لو با دي دو لي فيسي كيتجبدو. بقى واحد 40 ثانية، حنا ما عندناش الوقت بزاف باش ندي معاكم 40 ثانية. غنوريكم الحركات الاخرين. هذه غنجيبها تحت مني، هذه هنا شقلنا بحال هكا. انا غندور جنب باش نبين لكم. هذه هاي تحت مني هنا، هذه هنا. اليوغا كيديروا بحال هكا، ولكن حنا غنديروا بحال هكا. انا عنقه اللي ما قدرش على النقا يجيب عنده، خصو يحس بهاد لي مسكل كيتجبد، لي مسكل فيسي كيتجبد. هنا فين غنديبلوكيو دوك لي نو اللي عندنا. انا غنرجع نقابل معاكم من بعد. غنجي اون بوزيسيون 4 بات، 4 بات ركابيه ورجليه مقابلينه، نفس المسافه بين يديا، نفس المسافه بين رجليا. رخي رخي ظهري، رخي مرخي، استعدو نبقى بحال هكا مجبد. علي غندير، غنبقى نكوبي. شوف جلي ملي كنعمر، كنقوس ظهري، كنعمر لي كور ديالي بالبرد. كولون فيرتيبرال كنمشي بيها وكنجي. غادي نكملو خاصك تحس بهاد لي كود ديالك كيعمرو بالبرد، كتعمر كامل بالبرد. انا غندوز جنب لان غنشونجيو الحركة. هاد الرجل هادي غندفع اللور، ومنها هاي دفعتها اللور، انا مقابل معاكم، انا دفعت اللور. منها غنجيبها هنا لداخل وندفع على الوسط، ونبقى ندير بحال هكا. هنا كنجبد، الاخرى مجبده حتى هي، وكندفع. انا نفس الكاميرا، شوفوا الشجره اللي كبيره، شوف مجبده وكندفع. هنا بصواص كلشي كيتجبد. من هنا، من هاد الرجل هادي، عقلوا على هاد الرجل اللي كانت القدام، غادي نجيبها غادي نحطها للأرض، وغنوقف بحال هكا شويه لو دو دغوا. كانت واقفه، كنت واقف عليها، دابا تنيتها وحطيتها كامله للأرض. العظام ديال التيبيا ديال الساق ديالي كامل هابط، وانا واقف بحال هكا. دابا كلشي كيتجبد، غنمشي نبعد على اقرب ابعد مسافه، نحط لي كود ديالي هما الاولين، لودو ديالي مهبطو، ونجبد نهبط كامل. يلا الاخرى مجبده وانا مجبد، انا كامل.
رجلي اللورانية مجبدة، هذه متنية وهابط عليها. جيسبيغ انكم كتشوفوني، غنقاد الكاميرا اب اب نهبط كامل. بقى واحد 40 ثانية، هبط صدرك، هبط وجهك، من بعد طلع 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 نخرجها. تكا يدي جنابي، رخي راسي مرتاح، رخي لو كور ديالي واحد 40 ثانية. بقى مرخي، حاولت شوية، يلا كنهبط وكنطلع شوية واحد 10 المرات. ومن بعد كنطلع بشوية، كنجبد المرور. سمحوا لي لا كونيكسيون كتمشي وتجي، الفيسي كيتجبدو لي كويس جبد، راني غنبقى ايدين محطوطين وغنمشي دوسمون. نهزها لي، نمشي دوسمون، اخرى مجبدة بحال تشوطالور بحال قبيلة، ونهبط عليها. واو هادي مجبدة، شتي دابا هاد المسك الرجل عندي لاصقة شوية، انا ما مجبداش مزيان لان ما كيخدمش لي زيتيرمون ديالي. بوزيسيون دو كوبرا، نهبط نحط لي كود ديالي، نحاول نزيد لي ونهبط لي ماكسيموم، واخا هادي شوية ما هياش، ولكن بون sans forcer les amis. اللي ما قدرش يبقى بحال هكذا، اللي شويه يقدر بحال هكا. رجع تاني بحال توطالوغ، تكو واحد شويه ايدي اجنبي، رجلي مسرحين، نرتاح شويه ومن بعد نبدا نهز رجليا. يمكن كتشوفوا رجلي واش كيتهزوا ولا لا، رجلي مهزوزين. الي خصني ندور جن باش يبانوا ليكم مهزوزين. فوالا لو با دي دوك ترافاي. يلا نعاود نطلع شويه، 1 2 3 4 اي 5 نزل ديرنيير فوا، 1 2 3 4 اي 5. الي لعب شوية الاحتياط، من بعد ندور الطابي باش نبان لكم مزيان أحسن. الدار ديالي لاصق هنا مرتاح، الدار ديالي لاصق مع الأرض. رجلي هزو هزو مجرم عندي شوية، الدار ديالي المسك ديالي كيتجبدو مخالفهم ونشدهم. شوف انا مخالفهم وشدهم، الا بغيتي تقول الحركة دخل صبع يديك في بين صبع رجليك وشوف عندك. ما تهزش راسك بحال ما كنهزو انا، كنشوف الوضعية الصحيحة كيف كتبان لكم في الكاميرا. خالف رجليك باش تشد نفس مرة، شد اليمين مرة شد اليسار، يديك كيدخلو في صباع رجليك كيما كتشوفو. كنتجبد كنجرم عندي وكنتجبد، تير لودو ديالك تير. ديما الوضعية كنبقى فيها 40 ثانية. نرتاح شوية،
لو ماكسيموم كنت في اقدامي ابعد مسافه كرتاح، ابعد مسافه بحال كان طوال راسي كيف خلاص، وكنت في اقدامي ابعد مسافه، مره كنت في اليمنى مره كنت في اليسار بحال كنخرجهم، كنت في الطالون ديالي بالقدم ديالي، مره كنمشي باليمين مره كنمشي باليسار، الظهر ديالي خصو يتجبد. من بعد غادي نشد رجل اليمنى، نشدها باليد اليسرى، اليد اليسرى مع الرجل اليمنى، وكنجرها عندي، هنا جريسة عندي، وكندورها كنحطها هنا بام 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 بام، ويدي الأخرى كنديها بعيد وكنتجبد. يلا ونبقى 40 ثانية. إلا كملت 40 ثانية كنجر عندي وكنقلب، اليد اليمنى شادة اليد اليسرى، هادي غتمشي جنبي، ونهبط وندور عند العكس ديال الركبة ديالي ونجبد الظهر. خصني نحس بالتحت ديال الظهر ديالي، هاد لي ميسكل ديال الوراء الحوض ديالي كيمشي كلشي كيتجبد، وكنتنفس. من بعد في هذيك الوضعية اللي كنا فيها كنا جرينا، غنديهم بجوج وندور 40 ثانية في هذه الوضعية، 40 ثانية في هذه الوضعية. شوف باش طلعت من الارض ما طلعتش بظهري، شديت ديما شديت في كبيات ولعبت باللودو ديالي وطلعت بلا ما ندير مجهود، بحال كانت بالونس. هذا ضيق خصنا ماساج بور لودو، غنرجع في الوضعيه القرفساء طايور ولا التربيعه. طبيعيا انكم خصكم تحسوا بان الظهر ديالكم ما بقاش فيه الالم، الظهر ديالكم صافي تحل شويه ما بقاش فيه الالم، لأن حلينا داك لونير سياتيك. سمحوا لي نبقى جالس مربع تنفس، غادي تجي في هاد التربيعة هادي، غادير ايديك قدامك ابعد مسافة وتهبط براسك وتبقى، وقد ما درت الزفير، ماشي الاستنشاق، الاستنشاق الزفير، قد ما درت الزفير قد ما كنهبط باش نحس بلي المسكل ديالي كيتجبد. غادي بقى هابط وكتنفس، قربنا نساليو لي زامي، مت نو بانيكي با. بقى اون با، نرجعو للوضعية اللي كنا فيها قبيلة. هنا ياك غندير اليمنى فوق اليسرى، اليمنى فوق اليسرى، وغنشد الفخذ ديالي وغنجر، غنحسب من واحد حتى 30 وانا في هاد الوضعية. هاي ونبدل، نجيب التاني ندفع القدام ديالي أبعد مسافة، نجلس شوية نرجع تاني نجيبهم عندي، نجر هنا اليسرى قبل اليمنى، نجر هادي قبل كنت كنجر بحال هكا، دابا غنجر بحال هكا، اللي يقدر يشد سبع رجليه يشدو، ويبقى مجدد رجلو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
دير ان دو تخوا كاتر سانك سيس غادي نجرهم عندي ونطلع نرجع نجيب من هنا قدام. دابا من القدام غنمشي لواحد الجنب ونهبط ونبقى نجيب ندوز لجهة أخرى أبعد مسافة نشرب شوية غنحط ايديا ورايا ونفتح ظهري ونفتح راسي الفوق بحال غنتهز بحال غنتهز حيت من بعد غنتهز شوية جبت لعنق ديالك غادي من بعد نزل شوية اليد ديالي المرفق ديالي اليد كاملة غنزلها غنحطها مع الأرض ما نتقن معكم غنحطها مع الأرض وغادي نشبت يدي مسرحة وغنبقى اللي ما قدرش يحط يده هنا ويجبد اللي قدر يحط هنا سهل شي اخرى ما كنساوش التنفس اصدقائي صديقاتي ستوب صفحة حجرية نحركم نشد واحد الرجل نهزها نجيبها فوق الرجل الأخرى ونجرها ربعين ثانية بحال هكذا من بعد دير بحال هكا ربعين ثانية من بعد حطها الرجل الأخرى نجرها عندي غادي ندور بوزيسيون دو كوبرا بشوية ندفع بشوية وغنجبد الظهر ديالي نجبد لو باديدو اللي قدر يبقى على رجليه ما يحطش ما مركبي في خادو يتجبد اللي ما قدرش يحط كل شيء اللي ما قدرش يديرها بحال هكا سيدي بشوية عندنا حنا مازال باينينش ونرجع للور نجبد الدار ديالي مزيان بلا ما نحط راسي ها الله يخليكم بلا ما تحطوا راسكم لي فاسي اون اغيير اي جي تيغ لو دو ديالي نرجع لهنا انا مقابل معاكم ياك نشد اليمنى ندخلها هنا ونهبط نرجع اليد الاخرى ندخلها هنا ونهبط عليها خاصني نحسب الكتاف ديالي الظهر ديالي لو باديدو كامل كيف
نرجع بشوية، نرجع للوضعية ديال القرفساء، دو دو دغوا ديال فوق، نبقى شوية. إذا عجبتكم هاد الحصة نقدروا نعاودو بحالها، ممكن إذا عجبتكم وكتشوفوها نفعتكم ممكن تقاسموها مع الأصدقاء ديالكم وتبارطاجيوها، بارطاجي باش الناس اللي عندهم مشكل ديال عرق النساء ولا السياتيك يحاولوا انهم يحلوا لو كور ديالهم، ينفسوا شويه لو كور ديالهم. الحركات كما كتشوفوا محتاجش منا بزاف بزاف المجهود، يعني خدمنا حركات ساهلين في الجميع، ودرنا بزاف الوضعيات ساهلين صعاب، كل شيء يقدر ياخذ في هذه الوضعيات. بارطاجيو مع احبابكم، بارطاجيو مع اصحابكم. لو عجبتكم هذه الحصه هذه ممكن نعاود لكم بزاف الحصص بحال هذو. ما عليكم عاد طلبوني وقولوا لي شنو هما لي جروب ميسكولير اللي باغيين نخدمو، وكنتمنى ان تكون هذه الحصه نفعتكم وحيدات عليكم بزاف الالم وعلى احبابكم. ورمضان مبارك سعيد، اسالكم الدعاء، بذلك غنكون ساليت هنا. شكرا لي زامي، كي جاتكم هذه الحصه؟ جيسبر تكون عجباتكم. يلا قولوا لنا رايكم، وراه ما خدمتش لكم، كان عندي بوكو دو ماتيريال باش نخدم به، ولكن بغيت ندير واحد الخدمه اللي تخدموها بلا ماتيريال. كما كتلاحظوا عندي الكره، هذا الطابلات، هذا البورتابلات، مي درت شي خدمه اللي ممكن كل شيء يديرها بلا ما يحتاجوا الماتيريال، باش ما يبقاش داك العذر البريتكست ديال ما عندناش. فاطمه الصور عجبتك الحصه؟ مزيان مزيان، بصحتك اختي، تي ميريت. تبارك الله عليكم، بارطاجيو 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 الناس اللي وغدا نرجعوا للحصه العاديه ديالنا. صافي، نسالكم الدعاء لي زامي، رمضان مبارك سعيد، وكل يوم وانتم بخير. هاد العشر قربات العشر الاواخر، وغدا ان شاء الله نديو شويه لا ميسكولاسيون، نحركوا لو كور. علي تهلاو لي فراسكم. ادمان سناء تبارك الله عليك، جيسبر كيل سناء جو تو كوني تري بيان، جيسبر كيل تا سولاجي لو دو. عليكم السلام، عليكم الله يعاونكم، الله يرحم الوالدين يا زين بسنتي. شكرا على الحضور، بسلامة.